نحمده نصلي على رسوله الكريم، أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 22 پڑھیں گے. میرے ساتھ پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ومن أظلم 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 ومن أظلم ومن أظلم کر کے نہیں پڑھنا، قلقلا نہیں کرنا. ومن اظلم ومن اظلم ومن اظلم ومن اظلم ومن اظلم ممن ذكر ومن اظلم ممن ذكر. اب میم کے اوپر شد ہے تو یہاں پہ بھی گننا ہوگا اور نون ساکن پر بھی گننا ہوگا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا ذُكِّرَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا ذُكِّرَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا ذُكِّرَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا ذُكِّرَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ بِآيَاتِ رَبِّهِ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ. اب ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کے ایک حرکات لمبا کرنا ہے. الف کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ایک حرکات لمبا کرنا ہے. یا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے تو اس کو بھی ایک حرکات لمبا کرنا ہے. یہاں میم کے اوپر شد ہے تو اس یہاں پہ گننا ہوگا. میم ذکر بآیات ربہ ثم بآیات ممن ذكر بآيات ربه ثم ممن ذكر بآيات ربه ثم ممن ذكر بآيات ربه ثم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم بآيات ربه ثم أعرض عنها بآيات ربه ثم أعرض عنها ثم أعرض عنها ثم أعرض عنها ثم أعرض عنها ثم أعرض عنها. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
يذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. أسلمني أظلم أظلم ومن أظلم ومن أظلم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ومن أظلم سينا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ثم أعرض عنها ثم أعرض عنها. إنا من المجرمين إنا من المجرمين. अब नून के ऊपर शद है तो यहाँ पे गुन्ना करेंगे और उसके साथ अलिफ पर हरकत लंबा करेंगे, जीम पर कलकला करेंगे। जीम जो है कलकला का हर्फ है तो यहाँ पे कलकला करेंगे, यानी इसको जाहिर करके पढ़ना है। इन्ना मिनल मुजरिमीना إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ नून साकिन है तो यहाँ पे गुन्ना करेंगे। मुंतकिमून مُنْتَقِمُونَ इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ إنا من المجرمين منتقمون إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. إِنَّ آگے پڑھنا ہے نا. जी। إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ما شاء الله دوبارہ پڑھیے। وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خيرا كثيرا.